بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا باش كتير فقط نسخ من ما صفحة 84، النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي. نسخ للغة بمعنى لابردن يا نقل كردن، يا لابردن يعني هيتي نمينن، نقل كردن يعني أول بمينن وكذا الله نسخت الكتابة يعني ونسخة برداري مكر وكوي ولي ويكا بمعنى إزالة بيوكو نسخت الشمس والظلة يعني ويكا الشمس أو سبري لابر هر كل لابر ذلك يعني هل دو معنى لغوية كهية جاء بتي الله نسلاحا برفع بلابرني حكمك الشرعي بدليلك الشرعي جاء دي أو بياني ويكا أو أما ذكي موداكي وقتكي توابوا أما حجاكي يقلتوا أو أي كذا الشرعي منزول يوي ببراءة أصلي جب دنابه يعني ناس يعني بلي براءة أصلي أم لا دبا كمثلا عقل أو براءة أصلي درك كردو نعم بل كوي بدل لك الشرعي بجالبة نسخ. ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن كقول أصحى جائز نسخ بعض القرآن خب هو قولي أهل سنة الجماعة أكثريتي أصحى أو أني شوية طلن خاصة يا بيس الذي كان خاص عام وانا أو ضعيفة يا استدانا بهر استدانا شيء اوكي سوي نص في تلاوه بيته سوي نص في حكم بيته سوي نص في تلاوه بيته وانا لا هر سكان موجوده نص في تلاوه بيته وفويك الشيخ والشيخ والشيخ ترجمهما ك نص في تلاوه بيته دنا حكم فيما ورجم ما بعضك للقران ثمن ب تلاوته بتلاوته النسخ ابو بلان بحكم نسخ نبوه والشيخ والشيخة ترجموهما بعض كان بتلاوته نسخ وتو بهين شو بحكم شو وكويك ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها القران ددا نزار شير دامبو دويبو وكان زان الشير بو كان زار شير دام دي ددا زار شير دام كوا ديال القران ابو النسخ تلاوته كبوته وهيج نسخ حكم البوته كانما هر حكمك شي نسخ يويك حكمك نسخ بوته وتلاوته نسخ نبوته وكو هو هيك هيا مثلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواج متاعا الى الحول يعني بقول يا صعبه هو يكسل نسخك يكسل عندك عند المتوفى دويب وتتشاد ما نقول ترش كما لو بحثي وش كنك او بحثي وش كنك نسخ بونوا بحديث ابي انا بحثي نسخ القرآن نسخ بعض القرآن إيش دبيت أو درسته والفعل قبل التمكن فعل فيش تمكن إيش يعني فيش هو كفعلك أنزام بدرين نسخ فيش تمكن فعلك درسته أو هيك وقتك بلا ما بي وقتك إذا داخل بوبين لفيش أكو ما نقول وقتك إذا داخل نبوبين فين على النسخ ثانية أو ثانية بلا ما وقتك إذا داخل بوبين ولي يعني هيش تفعلك تمكن وأنزام نقرت بيت أو درسته ونسخ السنة بالقرآن كهو به نسخ السنة بالقرآن كدرسة وكو لو مباشرة الصائم أهلكين ها يعني في شويك وقتي هنا كبقى في شويك بتوان كارك أنزام برا ثانيا كارك أكتري وقتك هيش تناهتو يا وقتك هاتو كابرين يتواني أنزام برا تمكنی پیدا نکردو اشتا مثلا کارک انزم بدم پیش اوش نصف اکریتا بلام ها داده حالا مثلا مثالکه اوی هنده نتا اوی که ابراهیم علیه الصلاة والسلام پیش اوی که تمکن لفعلکه پیدا که یعنی زبح اسماعیل پیش اوی یعنی نصف و امرکه امرکه نصف و نصفی سنت به قرآن وکو اوی که سنت شوانه مباشرات حرام کرده بود مباشرة صائم بشويشة لدواء آية نسخي كده أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إن شاء الله تمسن لجنة كانت نسخي سنة بقرآن كهو به هل وها نسخي قرآن بقرآن إيش كهيا نسخي قرآن بقرآن إيش وكوائك نيوما بردولة مثال من لدواء دواء كي كبحثي عدي وفاتك أو إيك وضع يكسال بدواء بس فاد ما نقول دروش ونسخه بها نسخي قرآن بسنة إيش كويدي محل اختلاف زورة بخصوص متواترية أحد الآن بحثيك والبعض كلام كدروزنية شون كسنة بيان كنن دي قرآن لنسخ كنن دي قرآن لتبين للناس ما نزل إليهم
ولم يقع إلا بالمتواترة في الأصح بلام واقع نبو مقر بحديث متواتر لقولي أصحى أما لسر واد الله الأخبار هل خيالت با واقع بوا با أحادج واقع بوا بلام الأخبار الله علي حر دانيك با أحادج نسخ وبيتوا حتمنا اشتواني هي أها مثلا بخصري لسر بخي كتير بحديث أحد الله أوي مثال هنا وتوالى وكو توجه ركننا دلت أخا باو حتى توكن وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن عاضد لها أو دي قياني دبيني بالسنة نسخ قرآن بوتوا أو دواي قرآنك لقلك اشتوانيتي يعني قدرتي بيدا وكو الله نسخي ركرنا بولاي بيت المقدس كفعل في غنبر صلى الله عليه وسلم نسخي كردوا وقنا نسخي قرآن بس ندبو ولي لدوائشا قرآن نازل بوك وفولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني فالاو فشتي دعوة فزبو يدلت لقولي أصحى بمتواتر نبيت نازل نبوه يعني يمني مانك كلي نسخ بو بيتوا بس ند بأحد ها؟ بمتواتر جلان ليلة نهينا وتوسنك ظاهرا ألان الان نسخ عليه اگر عام بنسخ حسابين عليه اويك باحد نازل بو به باحد واقع بو به وكويك خبري تلميذك على لا وصيه لوارثه وصيه بوارث نيه اما نسخ يواكات وكا الله كتب كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا يوصيا اما مثالك تواب اويك حديثك احد اياك قران نسخ كتبته اياك قران الله اياك قران الله للوالدين والاقربين درسا يعني بو باوك دايك لا وصية كنت دي دوائش حديثة نسخة لا وصية لوالد جاء خباشا قال أنا ما أواني وادلان بأحد واقع بو أم آيادي النوا بل عن جمهور نعم نابت أما نابت تفتي الله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين باشا دي لا حديثة كجعل لا وصية لوالد دي ما أولا او قيل هذا لو قيل هذا ام خبر التلميذي ناسخ او ايه بل اصح الله ان خير اولا اما هر تسليم ونابين كان حديث متواتر نيا سنك او حديثك يشتوت حديث تواتر دا وصيه الوارد غير دا وعد الله يا ويك فارحل قرانك فلا بشتي بو يعني او ايه ديك كنازل بو ويك او من دالا كانت انا وندب دب باوك دايك انا وندب دن او نسخ كردوتو ها؟ واحد أو أحدا بلام أو نسخي عيب وتوكل نسخ التلاوة بلام ده شكله أي شيء بلام عيب فين ذانك شر القرآن بولا دوايا أنا أو بقي محل اختلافه ده ذانك القرآن بولا والوانيا دواي فين ذانك نسخي كذوته بلام عيب فين ذانك حديث بوك نسخي كذوته يا القرآن بول أيش معلومني أجر حديث بو بيت كنسخي كذوته أو بيت الدليل بو يعني كحديث أحد أبيش نسخ التلاوة بوتون ولا حكم كيما بس تعالوا بيجي يسأل هرك دي أحكامهم أحسن يعني مثلا النسخ هر أول من حاليا كنسخ كريت بدا السنة تجب كريت طبعا أنت آية مثلا وارد وبيانا فلو كل لقولي أصعد الله لمتواتر النبي واقع نبوة ما فرخي شاف أنا ما بزام في الشيء وسمينا جنة أربع حديثي أحد شكريت جاءت مثال ما ببيانا يعني بك أربع درا وبقي لدينته بدي أوان ألد أواني أويش توجيه أكره قديم رسرون كان نبوة أحد نبوة نبوة أكره ولي نبوة أكره ولي نبوة وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن عاضد لها أو بالقرآن فمعه سنة وأجل هاتوا قرآن بقرآن نسخ بيتوا على وقت إيشان نحن السنة بقرآن نسخ بيتوا حتما السنة كشي لقلا أجل هاتوا سنة بقرآن نسخ بيتوا سنة كشي لقلا ك بإسلام سند يكاتوا أوين مثالك يا واهنا من كمان ركبنا بيت المقدس فمشاع كي نسخي سنة بقرآن بوتو سنة هو بكرر كاتب بيت المقدس درستا بقرآن نسخ بوتو فولي وجهك شطر المسجد الحرام أمي سالب ويري ك
القرآن نازل بو نسخي أو سنة كرولا بيت المقدس كردوا دعاي السنة كيجبوا كفارة بشتي بلا كتيا فعلي خدي في غنبرة صلى الله عليه وسلم كروي كردوا بيت المقدس أنا تمشي كردوا بو بيش كوانا نيات أو كفانا كاكري لأن أولا أوي كديلا ليردن الأخواني كتوا كمن بوفهم كتوا بل كوي جمع الجامعة كوي جمع الجامعة جمع الجامعة قال من فضة نكتب أصولي مشاولة كذا بيزقل مختصري بيزقل مختصر من هذا بيزقل أو دوانش كوي شرح خامن أو دوانش أو صلو دو دان أكتب أو هم مكتبي مشاولة كذا ولا يعني بويا جمع الجامعة وندا معتبرة ونسخ القياس ونسخ القياس في زمن النبي بنص أو قياس أجلى نسخ قياسي لزمان في غنبر أبوه صلى الله عليه وسلم أيش بنسخ يا بقياسك أجلع يعني نيما أنا كبري أو قياس النسخ أبوه توا بلكوا يا جبوبه لزمان في غنبر أبوه أيش يا بنسخ يا بقياسك أجلع يا عم مثال بودينه توا بلا مثال كي واضح نحن توا بلكوا مثال دينه والله وكو أوي وا مثلا في غنبر كتبتي وكو مثالاني كفيسبوك من كتبتي بور ببور يعني جنم بجنم شون كطعامه زياد زيادي تيابي حرام معاملة كتان يعني قنميك بقنميك زيادر بلي او اوالدر او حديث قياسك كرابي لدوايا كرابي دي خو برنجيج وك اقنم وايا فاز اقر وايا نابت برنجيج ببرنج بقارينا وزيادي بلام لدوايا حديثك هاتبه بلت نخير برنج ببرنج ايو معاملة بكن الان لدى او حديثة هاتو نسخي او قياسي كذوتو درسا أول ذار بور ببور متفاضلا تحريم كرابي دعاي قياس كرابي بالرز هل زماني في غنبرة صنصام دعاي خدي في غنبرة صنصام نفسي هاتبت بويك الرز ليش الحرام قرشي مثالي وهي نظم بوسي ومثالي هنا وتلبخاتني شاد أورون جوان يعني واضح بونكي لنا مثالي وهي والله أعلم ألا نأتي ك قياس كرابي لزماني خدي في غنبرة صنصام بلام دعاي هني كذبه مثلا بونمونا أويك ألا نزين ما شاد واقعنا بو بأو وقته بلام هر اویکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید کسی که مالی لنفرک کوت مالی کسی که کوت لای یا خودی مالک بده تو یا میشنی مالک وای خب او حکم که کسی که حاتبه قیاسی کلمه کتبتی پس اگر وای الان امن اگر مانگا اکشن کری لا مصراتا یعنی اویکه کبر فری ویدا به گوانی مانگا کی چن روزا گد بشیر کی نبوده پس اگر وای ل دوای دینم هر بقیاز له حدیث دینم هندکم دينم هر شيء لكي بيده مثلاً كيلو شيء من الخالق دون ذي الزمان. والله من حديث هاتوا أو نسخ كده توقياته. وكتيرتي نخيله صاعلة فرما بدن. ويا هو بعد ما يمثال ده تلصن بعض الكيش تعرف قياسه شكل. كنا على الوزير ذا قال بيتهم بضعيف. أو مثالي هو أول يعني. فرضية أو مثالي يعني ليه فرضية؟ أنا فرض درست. نعم حد ندرسه. والله منظور ما أجا هاتبير أوى. او مثال بو اوي كبنص هين كرابته نص كرابته اي بقياسه كي ادلا الين هر او مثال بيشو لنظر بگرن اوازان نص بر هاتبت دواي امجار قياسي اروز كرابه ببر دواي امجار نص ذره هاتبت يعني نص ذره هاتبك ذره بذره متفاضلا انجام بدن بر هاتبك انجام بدن دواي اروز من لسه قياس كربك ايش هر انجام ندي دواي ذرتها تبقى أنجام بدن إما الآن في اشتر قياسك ما نكربو الرز لسر بروايا الآن قياسك أجلاكين شن دلين الرز لذرت نزيك ترتالة بور أما قياسي أجلا فاسا قروايا بو الرز دلين جائزة مثال ومثال ده الله تعالى أول بور ونكرنوية ومثال ده نحف مكان وانيا حف مكان ويك لهم يانا ندرس ها ونسخ الفحوى نسخ الفحوى دون أصله فحوى بشي عندك ما مفهوم موافقة عندك مفهوم موافقة أو لا بس مصاري درست نسخ كريتوا أصل كيش نسخ نكريتوا إن تعرض لبقائه أجر هاتو مثلا واي كتبت ك يعني إشاري بهو كتبت كأصل كي باقية بلا مفهوم موافقة كي باقينية مثلا ما هاتبت إن مفهوم موافقة ما نور كتبين بعد بقرار قياس ما نكتبه أو قياس ما انكر دبيت بلام لقى القياس فرقي كيبو امرون تربو انا بو مفهوم واقفة وكو فلا تقل لهما اوفين
هاتنا ما كنت مفهوم واقعي ويك فزقايا ضرب شر حرامة ضرب ذاك واق وأنا بوم أو مفهوم واقعي أو لعبه أكريت بإسلام نسخي تحريم ضرب كب كريتا نسخي تحريم ضرب كب كريتا يعني بلا اللي أنا كان قيناك ولي تأفي فكا بهل نسجي خوي منه وإيش كريت عكس كيف كريت عكسه يعني بكتري أو أي وعي أو ورتان قلتوا قياسا كردوا ضرب كي بلا باش أو مفهوم واقعي كورتان قلتوا أو نسخ نبيته بلان فقط خدي خوي نسبته وخدي أوفك نسبته يعني أوان رجعي هي أو بعنوان مثال يعني تسون له مثال زور هندراب ووا ورون بنوا لنا مثال كي واقعين هنا تقولنا أبل آفرين برعكس كيشي عكس كيشي لا درستا نيشك تقول راه واقع بوا اما اويك هردي كان بيكون نسخ بيتو كوي اتفاقي لتريد اختلاف لتريد اما قولي اصح للعبة وقت كتو مفهوم موافقة ورقري دعي او مفهوم موافقة كتو ورد قبتوا موردي تعيد واقع بيتو فقط او نسخ بيتو امكاني هيا يعني واني يبغى امكاني نيا زورش لما انا يعني وجودي خارجي نيا يعني مثالي واقعي نيا بلكو اي ليلة بالخاتري ويكا لو اشتوا ابوه قبلي فانا نلي ناشتوا هاد نابي جايزنا بو كبكري اوانا بلكو جايزة كبكري جا شاید لكلام بشري شابه بيت الان لن القرآن وحديثة شاید مثالي واقعي ما النبي وانيا فلام لكلام بشري احتمالي هيا ببيت يعني اشارة بكا بويكا او باقية لان اخو اوات اقبتوا بلا بلا اوان مكا توافع مكا كأوي هر نسق بو بيتا وانيا ابي حد يقل اشارة بكا كنا اوان ماواتا جايدي يا خدي أصلك ما وتو مفهوم وافقك نسب وتو يا أصلك نسب وتو مفهوم وافقك ما وتو بو أو معنوي دبي شاريف كذا نخوي متين عن وانيا والنسخ به هل وها نسخ أكريب مفهوم موافقة بكريت وكوشون بأصلك يا كريه فمفهوم وافقة أكريت فنسخ بكريت نرجع المثالين هنا لا نسخ النص بالقياس بلا من نص نسخ النص بقياس ناكري شو كايدي وا بإسلام رجال كاتب بزور كاريديكا يعني بزور نص شواند نص بقياس نص ناكريدو ويجوز نسخ المخالفة مفهوم مخالفة إيش أكريد مفهوم مخالفة نسخ كريتو دون أصلها بلا مصلكي لسرجي خوي بمينتو مثلا عليه الآن خبرك من هي حديثك إنما الماء من الماء يعني أبي غسل لأو هات نويا يعني لما نخارج بونا مفهوم مخالفة كي تيا مفهوم مخالفة كي ويكا اگر مادام انسان انزال نبي دخولي بكهر وصلينيا او اوائل بو ديوانيا لدوائيا نسخي او مفهوم مخالفة كراوة لنا الماء من الماء هل ترجي خوي ماء وانيا بو حديثي دي كاكا فرموي اذا التقى الختاناني ختاناني فقد وجب الغسل وقت جيد ختان اللي يكبت غسل واجب لو يا مفهوم مخالفة كا كما ور ما انقر لا انما الماء من الماء نسخ بوه بلا مخدي خوي نسخ نبوته ويا الماء انما الماء من الماء لسجي خوي ماء لا عكسه بلا عكسه كي درود نيا يعني اصلك نسخ بيته بلا مفهوم مخالفه كان بمعنى بلا لوي مفهوم موافقه وانا ذكره ولن نسخ بها في الاصح نسخ بمفهوم مخالفه ناكره شو المفهوم مخالفه ضعيفه ولي بمفهوم موافقه ذكره وانا بم شو المفهوم موافقه قويه ويجوز الان لردا او مفهوم موافقه لقى القياس فرقه كي دركه مفهوم موافقه شن رون ترى نسخ في ذكره والله نسخ بقياس ناكره قرتي نزيك شن ليك ديو ويا ويجوز نسخ الانشاء نسخ انشاء كجائزه الان وانا كنت ما توايل نسخ انشاء ويدي تعال نسخ بخبر ما بحثنا كده بلام الله ولو بلفظ قضاء اقرتي بلفظ قضاء مثلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه او بمثال هنا توضحه الان نريد ان نلزم قضايا لحالك امره الله تعالى واي قضاء كدوك ايوه غيري وعبادتنا كان يعني ويك غيري وعبادت مكن ويا قرتي بلفظ قضاء هاتوا بلام معناه انشاء لدرك فالدروس هو نسخ كريتوا بلام فنسخ نكتات او بصيغه خبر يا ذكر بصيغه خبر يجبد بلام معناه انشاء بلا وكو اي كذا فرمي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء طلاق درا وكان راد وستن سي قرء شو ناكن راد وستن يعني شيء يعني دبير راد وستن لذلك الخبر يبلا معنى كي إنشائيا اشتوى ذكر نسخ بيتوا أو قيد بتأبيد
حتى اگر چی قیدی ادبی ابدی تابه مثلا کترابیت صومو ابدا بروجوبن دوای دکری نسخ بیتو با وجودی اوی که لفظی ابدی تام حاکم نیه چون که قرآن و حدیثا للفظکانی دیکش ایما مثلا با لبعض اللفظ های اکل نسخ ورگرین لفظی علماء ها نلم نیه بزینه که بلا اگه هات بزینه بلا اشتیوه هر اگه بو بیتیش دروز نیه اونی اخی قصیوه دکره ویا ایدی ام اصولانه ام جور اصولانه اوی هیا نزدیده که بسر اصولکانی که حتی اوشتانه که نیش نیشیتی این مثالی موجودی شینیه هر بحثی کردو ابر خاطری اوی که شاید ام قاعدانه لموردی کلامی نصی فقیه که واقع بوانیه و بینی به نسبتی کلامکی او بینی اوانه پیاده که وانیا وقرانی هر نسبت به قرآن و حدیث و کهانه که او نحوه یاشتگ وکو مثلا ابدا وکو لی رده مثالی حتمانی هنه آتو والاخبار بشیئن اخبار و خبر فرق کرد اخبار و خبردان فرق کرد بوی فرقی خصوری رده آلیا اخبار بشتگ ولو مما لا يتغيرو بإيجاب الإخبار بنقيضين. ألين جائز النسخي إخبار بشتى بكرة أجر تيل جزء يشتاق كمعمولا تغيير ناكا. بويك واجب كقبل ناي وخبر بغيري أو بدن. مثلا مثال دين تو. ألين أول زار واجب كردوه كتو خبر بقي إخبار بقيامي زيد بي. بلا زيد هالصاوا. دواج دلها بلا زيد هالمصاوا. ألين ليه ده نال زيد هالصاوا. ألين تو أبلا وانيا. لذا اخبار لقال خبر فرقك اخبار بتو دلتو اوبله باشا الان لريدا ظاهركي امج ظاهركي وكو تكليف بكذب وانيا ويا مقابل اصح قبول نيامش الا امج هر تكليف بكذب فرقناك على قال كذب چونك هذا للخبر الا خبر نسخنا بتو چون خبر نسخ دانه وخدي كذبه وانيا خدي مدلولي خبر نسخنا بتو بلام اويكا بإسلام باري تعالى بنفره بلا بلا داتو أعوى بلا لدعايا بلا نا أعوى ملا أعوى بلا يعني خبر بوشتا أعوى بدا لدعايا بلا نا خبر بوشتا أعوى مدا أعوى أزمائشا أكرشتي واببين تكليف بكذب لقل أويك أتو بإسلام خودي باري خبر لكذب بدا فرقك فض إخبار لقل خبر فرقك علي بلي نو تاسو کې څه خبرې مې شو انا کنه کابل تلویزیون دی خبرې کړه نو په خوینه باندې وشو خبرې کړه وای چې کې بو خو دې بینې او د دې ته خبرته ولی اخبار شته کې تجارت الان لري دا څنګه اول هر مثالی ظاهرینیه څنګه مثالی موجودینیه لري دا نه نه اوته دا نه تکړه کابرای بلې مثلا د فلان کز بشو اوا بلې باشه دوای تو بی تو پی نالید بود رو کرد چون که دلم من پیم کتی آوا بله خونم کتو آب وا وانیا من تکلیف من لسرت کرد که دروی بکی نم کت درو بکم پس اگر وای دست من بلند دیوام ملو آوا بله ولی اولی ردا پیاله که خبر بده ناله که مثلا خبر که وای او دوای نفرقی هست ایدی اختلافات کی زوری لسرم الان معتزله چون که پیان وای هی که خوب حیزاتی و حسن ذاتی هست اولی تو میدم الان شتیوال لسرف باری تعالی و هر نکریم مثلا الان اصلي اشتكى شلون بيد الله تعالى ثاني بنفرك بلا بلا تو بلا جن مارك ني دودانه درستا دودانه خوش جاي بك ديك خبر دراك جن مارك ني دود بلا تو بلا جن مارك ني دودانه خوش ندرستا خب او اخبار لقال خبر دان فرقك يعني اوان معتقد بقبح ذاتي حسن ذاتي الله ناكرت الله تعالى بشتك بلا او اشتا اوا بلا شنك او اشتا هلا اصلا قبيحه لحالك يا موانا وين الله خبردان فرقك على قال يعني إخبار لقال خبر فرقك أويك تو يقدر نشد بلا أعوايا ودواي بلا تو بلا أعوايا تو بلا أعوايا لقال أويك أوش تأصلك أي أعوايا فرقك مثلا هو حكاية إنشاء أما هاد جانبي وين فمثلا إخبار ده حالتك هي تكليف بكذب أي شيء مثلا بلا إنشاء متكية واللي خبر موجود لا متبجح تقريبا الان لیر ده او مثالی بوی نه او به حالیون الان مثلا وکویکا اوی واجب کردو مثلا دلا وجب الاخبار بقيام زيد ماشي الان لیر ده او انسانيه خبره این اخباره يعني اويكا ته دلا خبردان به زيد بره واجب لسرت که خبر بده بقيام زيد
واجب على سرد كخبر بدي بقيام زيد أو لرداب لفظكي واجرته كقيام زيدك توبلا وجودي بوا باوي وجودي شينا بوا أما احتمال نفتي هي فادوي فرق بك وبلت نا أو جار لسر حرامك إخبار بقيام زيدك بلان بو وقتي بيصلاح خبردان مثلا في معنى لا أصحابي كهف سيصد صال خوتن دوين أكري بلان خوتن عالمون؟ آه يا بلس زيد زيدون قامة دوين ناتو ناتو يا بلس ما زيدون زيدون ما لقال خبر فرقية درسته ويجوز عندنا أجرتي إخبار أجرتي لجزء يشتانه بك تغيير ناقة مثلاً أو إخبار دانا بو مثال كينا ما نوجد يوانا بك تغيير ناقة وانيا وكو خبر يغنيه كبلي الآن عوايا أجا دوايش تمشاكل شتك تغيير ذكا دواي بلي الآن أبو وانيا مثلاً وكو هوري كلا أسمانا وانيا بلي الآن هوا هورية بلي الآن هلا هوا هورينية خبواش تشتك كتغيير ذكا معمولا مثلاً أويك الله تعالى كتبتي بلا أستيرة تعالى ليجنا كتبه دواش بلا أستيرة تو بلا أستيرة ليك كتبه أول جزء شتك كتغييرك بلا مشتكي وكو حدوث عالم لكو لقال قدم عالم تو بلا عالم حادثة يعني أويك بوجودها تو قديم نيا دواي ناكري أو تغييرك شو كذا جزء شتك كتغيير ناكا إخبار نعم هو أو بس لو ناقدته بلكو خبر ناك خبر نسخ نابته بلام إخبار نسخ ما وصل أي سب كلنا آيات وحديث هنيك نسخ بونته حميان يعني إخبار مش كامل يعني إنشاء يعني إخبار مش كامل يا خبر أصلا إخبار إيش معنيه يعني إخبار إيش معنيه ليه ذا بلام حتى بعض الناس بعض قيل نسخ خبري قبولة هو ذا قولي صعبة وبعض حديثك متناقضش أبو وردك أبو حلكا الله نويم في أشترى فلام أقول يا صالح ترى خبر نسخ ترانية أولي لي رد أشتري يعني كل آيات حديث نسوي تو إيش كان يخبرني نعم إيش كان يكمني كخبر بس هم إنشاء هم إنشاء أجرش خبر بس لفظك أي خبر اللي معناه إنشاء ويجوز عندنا النسخ ببدل أثقل لا لا ما جائز كنسخ ببدل أثقل يعني قرستر ببدل مثلا لا والله تعالى فرمى ودع أذاهم لكافران قرى كارت بين النبي لدعاء أقتل المشركين بيان كلهم دي ثقيل تري ديوانيا وثاني يعني ناس على النبوة الله نس بأثقل وجودي هي للاقي ما للاقي بعض ذلك دلعت بأخف شهر وجودي هي للاقي ما الله بأخف وجودي هي بمساوي شهر وجودي هي بلام معتزلة هو بيسلبوا دل عندنا معتزلة دل النخيف وانيا شو أصلا للسهل وبلاي عسر هي مصلحتي كتذانية أو أنواع دل أصلا للسهل وبلاي عسر مصلحتي كتذانية فص نسخ فقط برولاي أسهلة براي أوان ودل السهل السهل بوي ما خير ترى ودل أسقل بوي ما خير ترني هذا وبلا بدل اكرهها بلا بدل بيت وكويكا بسلاح پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقت كبسي ولا النجوى فرمت يكا صدقه بدا النجوى فرمت قينا كان ذا مو ميدا دي خب بدلك هنا كنت جاته وتشيب كان وانيا فلا بعض يقدرن با بدل يبوا بدلك قراوت وبلاي فيشتري جويكا او شتم اتواني بلا انا اتواني بلا والله مواجبك لا شو فقط يعني بدلي هيا ولم لقول يا صحاوي كمثال ابو بلا بدل درسته ولم يقع في الاصح لقول يا صحاوي وقعنا ابو يعني قول يا صح او شامل نابل او عايش كخين ما نو اذا ناديت الرسول بلا بدل يعني جائزه كواقع ابو ولم وقعنا ابو دي صح انه انا دوله بعد كذا شنو كاكاوا
مساكن أول هنا ما في بحشكية في ختمة.